طيب الله اوقاتكم واهلا ومرحبا بكم الى حلقه اليوم من كشك الصحافه والتي نبداها بابرز العناوين. من المواقع المحليه الحوثيون يجمعون 70 مليون ريال يمني لصالح حزب لبناني. وفي المواقع الدوليه محام في المانيا يطالب بسجن موكلته ثلاثه اعوام. ومن الأخبار المنوعة 120 ألف توقيع تضامن مع ديك فرنسي يستيقظ باكرا أهلا بكم با. حملة لجمع الأموال في صنعاء ليست لصالح المتضررين من الحرب التي أشعلوها بل لإرسالها للخارج وشراء السلاح لحرب لحرب خارج الحدود وفقا لموقع يمن مونيتور الحوثيون يجمعون 132 ألف دولار لحزب الله اللبناني حيث أعلنت إذاعة تابعة للحوثيين تبث من العاصمة صنعاء أنها جمعت عشرات الآلاف من الدولارات لتنظيم حزب الله اللبناني وبحسب بيان صادر عن إذاعة سام الحوثية فإن الحملة التي بدأت في الخامس والعشرين من مايو 2019 جمعت قرابة 70 مليون ريال يمني وكانت الإذاعة قد أعلنت عن حملة من يمن الإيمان إلى مقاومة لبنان فيما تعتبر الأمم المتحدة أن اليمن تعيش أزوى أزمة إنسانية في العالم ويحتاج إلى 85% من سكان البلاد إلى مساعدات إنسانية عاجلة في الجانب السياسي يعنون موقع المصدر أونلاين في صفحته الرئيسية بحثا عن دعم لإحياء عملية السلام في اليمن جريفيث يختتم جولته في المنطقة بزيارة مسقط وقال الموقع ان مبعوث الامين العام للامم المتحده الخاص لليمن جريفيث او مارتن جريفيث اختتم جولته التي تهدف للدفع بعمليه السلام المتعثره في اليمن بزياره سلطنه عمان واستعرض مع وزير الشؤون الخارجيه الجهود المبذوله من الامم المتحده في المسار السياسي. واكد الوزير يوسف بن علوي استمرار دعم السلطنه لجهود الامم المتحده والمجتمع الدولي في مسانده الاطراف اليمنيه للوصول الى حل سياسي يحقق لليمن الشقيق و دول المنطقه الامن والاستقرار ويفيد الموقع لم يصدر عن المبعوث الاممي اي تفاصيل حول زيارته لمسقط او عن اللقاءات التي قام بها على عكس الزيارات التي قام بها الاسبوع الفائت فقد اكد ان لقاءه بالمسؤولين الروس كان مثمرا وقال ان دعم الامارات للجهود التي يبذلها يشجعه على المضي قدما في عمليه السلام باليمن يواصل الصحفي الخارج من معتقلات ميليشيا الحوثي سرد ما تعرض له في المعتقل ويقول سامي نعمان في جزء من مقاله لم يكن الأمر سهلا بالمطلق كانت قضايا المعتقلين تحاصرني كلما وضعتها في كفة وقضيتي في أخرى ونحن في عمارة معتقلي الواتس أب أو لا تهمة غالبا أو كلما قابلت معتقلا أمامي وعرفت أنه على ذمة رسالة أو صورة أو نكتة وصلته عبر واتساب أو ذاك العجوز طاعن السن لأنه كان يبحث عن غنمه بالقرب من موقع حوثي أو ذاك المثقل بتهمة أنه كان يبحث عن راتبه الغالبية كانوا لا يدركون جرمهم ولا يحقق معهم إذ اعتقل اعتباطا وعشوائيا فقط لإشاعة أكبر قدر من الخوف والإرهاب بين الناس جماعة إرهابية بكل معنى الكلمة ومنهجها العاجز يقوم على مبدأ ابطش بالبريء ليهابك غيره رسالتهم للناس ان هذه الجماعة لا ترحم ولا تعقل، وانها تعتقل الابرياء بالمزاج ولادنى الشكوك وبلا عاقل يرشد جرائمها، ظنا انها بذلك تحد من تحركات معارضيها في مناطقها، بينما الحقيقة تعكس انها تملك جهازا امنيا مهترئا ورديئا مضطربا يشك بجميع الناس من ينخرطون معهم اكثر من المخالفين لهم. جهاز يوجهه مجموعة من عديمي الاخلاق والضمير والانسانية. اذ بلغت به درجه الوقاحه ان اعتقل ميتا في جنازه ومن شيعها ساتي على ذكرها لاحقا، ولهذا السبب تفعل وترتكب كل تلك الجرائم بحق الابرياء بشكل ممنهج ومقصود تماما، فاعتقال الابرياء والاكثر براءه هدفه تخويف من لديه نوايا للقيام باي تحرك مناوئ او حتى الذين بلا نوايا، الحوثيون لا يثقون بانفسهم ولا بحوثيه تلك المناطق ويخافون من اين ستاتيهم الطامه. لا يثقون بقدرتهم على البقاء في هذه المناطق التي يزرعونها بالالغام كما بالعداوات والصراعات والثارات في المجتمعات المحليه. يرتاب الحوثيون حين يقل عدد المعتقلين في احدى الزنازين فيذهبون لطلب بدلاء لتغطيه الفاقد. في الليله التاليه لاعتقالي وانا هناك احضروا 25 معتقلا دفعه من لوكندات الحوبان لتعويض الفاقد بدل الدفعه التي نقلت الى ذمار. وسط كل هذا الظلم الخبيث والحقد الطافح وبتلك المعايير العمياء كنت أقدر أن سجني سيمتد لبضع سنين. عن مرضى مس... عن مرضى منسيين تماما في زمن الحرب تحدث موقع المشاهد نت في تقرير خاص نشر تحت عنوان بلا هويه وبلا ذاكره مرضى الحالات العصبيه منسيون خلف الجدران. وينقل الموقع عن مديرة مستشفى الامراض النفسية والعصبية بتعز الدكتورة افتخار عبد الله قولها توجد في المستشفى خمس حالات اخرى لا تعرف الادارة تفاصيل عنهم او عن اهاليهم وتزايدت اعداد المصابين الذين يترددون على مستشفى الامراض النفسية والعصبية بتعز من بداية الحرب كما تقول مؤكدة ان مشفاها يستقبل ما بين 15 الى 20 حالة يوميا ويصل عدد المرضى المرقدين في المستشفى 100 حالة بحسب الطبيبة. كما وصل عدد المصابين بالامراض النفسيه والعصبيه خلال الفتره من يناير 2018 الى مايو 2019 الى 3843 مريضا. ويقول اخصائي الامراض النفسيه الدكتور ماجد الحمادي ان الكثير من الناس يصابون بحاله مرضيه تسمى اضطراب ما بعد الصدمه وهذه الحاله او النوع المرضي تسببه الحروب او الفواجع كان يقتل امامك شخص او يصاب فيحدث اضطراب نفسي وله آثار كالذهان والاكتئاب لم يستسلم الستيني أمين مطيع عبد الله للظروف بعد أن أفلس دكانه الصغير الذي كان المصدر الوحيد لعائلته أو لعائلة أسرته بسبب الديون التي بددت رأس ماله لكنه بقي صامدا ومصرا على إغلاق الدكان آه أن أغلاق الدكان لا تعني نهاية الحياة يقصد وبدأ يتحرك بعزم وإرادة بحثا عن مصدر رزق جديد عنه وغيره عنوان موقع قناة بلقيس كادحون في خريف العمر كفاح حتى الرمق الآخير ويقول الموقع ان امين لا يعرف محطات توقف واستسلام فكل حياته عمل وكفاح لطلب الرزق وتامين لقمه عيش لاسرته ومع انه يعيش مرحله خريف العمر لانه ما يزال يقف بصلابه في وجه الظروف القاسيه يقطع الرجل مسافه كبيره ومشاوير عديده حتى يصل الى مكان عربته التي اتخذها بديلا عن دكانه شمال العاصمه صنعاء ليس الحاج امين المسن الوحيد الذي يكافح حتى الرمق الأخير فالشمس تشرق وتغرب على جبين كثير من أشخاص كادحين في خريف العمر لم يعرفوا إلا المشقة والنحت على الصخور للحصول على لقمة العيش وستر الحال فعلى نفس خطى الكفاح يقف المسن محمد عبد الله قائد من الصباح إلى المغرب وسط سوق الحصبة بصنعاء لبيع لبان البخور ويحاول الصمود أمام متطلبات الحياة ودفع إيجار شقة صغيرة يعول زوجته فيها التي لم يعد له بالدنيا سواها بعد أن توفي ثلاثة من أبنائه وسافر الرابع إلى المكلة للبحث عن فرصة عمل يعيش منها يحتاج اليمنيون وأصدقائهم ومؤيدوهم الدوليون إلى المضي قدما في هذه المشاريع بحذر مرحبين بالإغاثة التي يقدمونها لملايين اليمنيين ولكن دون ان يغفلوا عن الهدف الطويل الاجل المتمثل في الحفاظ على اليمن موحدا. هذا جزء من مقال كتبه السفير الاسبق للولايات المتحده في اليمن جيرالد فيرستين ويضيف في مقال ترجمه المصدر اونلاين. جانب اخر من جوانب النزاع في اليمن قد تكون له عواقب اكثر اهميه على المدى الطويل بالنسبه لليمنيين والمجتمع الدولي على حد سواء. انخفاض اهميه صنعاء في قلب دوله يمنيه موحده وتزايد الحكم الذاتي المحلي في اجزاء كبيره من البلد عدن هي مدينه مقسمه بين معاقل الحكومه الشرعيه والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يهيمن عليها بدعم من الامارات كما تهيمن اعلام جمهوريه اليمن الديمقراطيه الشعبيه السابقه على اجزاء من المدينه التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي وعلى النقيض من ذلك كانت الاحياء التي تسيطر عليها الحكومه التي تميزت بلوحات اعلانيه تضم الرئيس عبد رب منصور هادي اصغر حجما وقريبه من المجمع الرئاسي الساحلي حيث التقينا بممثلين حكوميين لا يمكن للمرء ان ينتقد اليمنيين على جهودهم لبناء مستقبل لائق لانفسهم ولاسرهم بعيدا عن الصراع الاهلي المدمر في الواقع ان التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مارب والجوف وعدن هو انعكاس مشجع لما يمكن ان يحققه اليمنيون عندما تتاح لهم الفرصه ان نجاح هذه التجارب في مجال الحكم المحلي يعزز الرأي القائل بأن اللامركزية وتعزيز الحكم الذاتي المحلي عنصران حاسمان لبناء يمن أقوى وأكثر أمنا وازدهارا في المستقبل، ولكن استمرار نقل السلطة يشكل مخاطر أيضا، كلما أصبحت هذه الهياكل المحلية أكثر عمقا في الحياة اليمنية وكلما اصبحت مغناطيسا لليمنيين الذين يسعون للهروب من الصراع الذي يمزق البلاد كلما اصبح من الصعب اعاده بناء يمن قابل للحياه وموحد عندما ينتهي الصراع مصالح اليمنيين وكذلك المجتمع الدولي سوف تخدم في نهايه المطاف من خلال الحفاظ على اليمن موحده وتجنب تطوير العديد من الاقاليم التي من شانها الحفاظ على الصراع وتصبح دعوة مستمرة للخارج للتدخل وزعزعة استقرار اليمن وبالتالي على دول منطقة الخليج بشكل أوسع صحيفة الاندبندد البريطانية نشرت مقالا للكاتب روبرت فيسك بعنوان ينبغي أن نتجاهل جيرد كوشنر لكن يجب تذكر خطة السلام الأمريكية المذهلة قبل مئة عام يقول فيسك منذ عام منذ مئة عام تقريبا قام رئيس الولايات المتحدة الذي كان يبحث وقتها عن صفقة القرن الخاصة به في الشرق الأوسط بإرسال الأكاديمي المسيحي هيرني كينج والذي لم يكن بالطبع مثل جاريد كوشنر ولم يكن هو أو زميله شارلز كرين صهرا للرئيس الولايات المتحدة ودورو ويلسون الذي أرسلهم في رحلة عبر حطام الامبراطورية العثمانية للبحث عما يمكن فعله لمساعدة المسلمين والمسيحيين واليهود في الشرق الأوسط ويوضح فيسك في المقال الذي ترجمته شبكة البي بي سي أن الرجلين عادا إلى واشنطن بالعديد من المقترحات والتي يمكنها أن تقدم الكثير لنا حتى اليوم على خلاف مقترحات كوشنر والسفير الحالي للولايات المتحدة في إسرائيل فالرجلان لم يتحاورا مع اكثر العرب ثراء كما لم يرفض اليهود والعرب في فلسطين مقابلتهما لكنهم ارادوا ان يعرفوا منهما فقط وان كان مبدا الرئيس ويلسون يؤمن بحق الشعوب في تقرير مصيرها ساريا على الأراضي المقدسة ويضيف فيسك أنه بعد رحلة شاقة عاد الرجلان بخطة للسلام بعد أن التقيا آلاف السكان في أكثر من 36 مدينة مختلفة في فلسطين وتلقيا أكثر من ثمانية آلاف عريضة لكن الرئيس ويلسون كان مريضا جدا ولم يتمكن حتى من قراءتها ثم وارتها لاحقا الخارجية الأمريكية الثرى ويعتبر فيسك ان الخارجيه الامريكيه حاليا لا وجود لها، حتى ان وزير الخارجيه السابق اعترف بصراحه ان كوشنر اخفى عنه كل شيء. مضيفا الان في الوقت الذي يسوق فيه كوشنر وترامب لخطه القرن الخاصه بهما بهدف تدمير كل امل في وجود دوله فلسطينيه مقابل بحر من الاموال الخليجيه لا يتذكر اوروبي او عربي او فلسطيني او اسرائيلي واحد أنه مرت مئة سنة على أكثر خطة سلام غريبة أو خطة سلام غربية راعت رغبات وطموحات هؤلاء الناس الذين يعيشون في الشرق الأوسط ويتطلعون إلى مستقبل أفضل اليمن في مارب تحت هذا العنوان كتب أحمد عثمان مقاله المشهور في صحيفة أو في صفحته في الفيسبوك مارب تمثل اليوم نقطه مكثفه وبهيه في الملحمه الوطنيه والتاريخيه الكبرى اذا اردت ان ترى اليمن بتفاصيلها الجميله وتسامحها وشهامتها فاذهب الى مارب سترى امامك صنعاء برشاقتها وتعز بثقافتها واب بخضرتها وحضرموت باصالتها وعدن بمدنيتها والحديده ببساطتها وكل مناطق اليمن ستراها عامله في ورشه عمل واحده متداخله كلوحه مرسومه على تاج سبا وفي دوره عسكريه تتحفز نحو التحرير والمستقبل اذهب إلى مأرب لترى اليمن في ضيافة التاريخ تصنع المستقبل هناك حيث عرش بلقيس وعرين القردعي وسعيد سهيل والعرادة وبن مبخوت. اذهب إلى مأرب لترى العلم اليمني يرفرف بعنفوانه يلمع كالبرق مع أشعة شمس كل يوم والنشيد الوطني يصدح على جنوبات السد ومملكة التاريخ اليمني. وسيبقى نبض قلب يمنية لن ترى الدنيا على أرض وصية. في مارب تسقط المؤامرات بأول جولة وتتبخر بحرارتها كل الأوهام وتسقط إلى الحضيض أوراق الخونة والطامعين والكهنوت الإمامي مارب كما هي جامعة لروح اليمن هي أيضا كاشفة للأرواح المثقوبة وفاضحة للساقطين على قارعة الطريق وجوانب الأرصفة المحترقة على طول اليمن وعرضها لقد مثلت مارب حجر الزاوية في معركة استعادة الشرعية مارب جمهورية أصيلة تحمل روح اليمن الحر، لا تعرف العنصرية ولا المناطقية، وتلفظ كل المشاريع الصغيرة الزائفة لصالح مشروع الدولة. تحية لليمن في مارب، وتحية لمارب في قلب اليمن. قضت محكمة في ألمانيا بسجن امرأة ألمانية لمدة خمسة أعوام بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي وعنوان موقع يوريبيا. السجن خمسه اعوام لالمانيه عائده من تنظيم داعش، وقال الموقع ان المتهمه ذات ال 32 عاما عاشت في سوريا والعراق وتم القبض عليها منتصف عام 2018 في مدينه بادن الالمانيه عقب عودتها من هناك وطالب الادعاء العام بسجن المتهمه لمده سته اعوام بينما طالب محاميها بالسجن لمده ثلاثه اعوام. المتهمه تبرأت من التنظيم خلال المحاكمه وكانت قد تزوجت عقب فتره قصيره من وصولها الى سوريا من مقاتل داعشي لم تكن على معرفه به في ذلك الحين وبحسب بيانات صحيفه الدعوه قامت المتهمه بتمجيد الحياه في كنف داعش في عده مدونات على الانترنت بغرض جذب اكبر عدد ممكن من الافراد للسفر الى مناطق النزاع. يبدو أن ديكا في فرنسا سيحرم قريبا من نعمة الصياح يوميا في ساعات مبكرة الديك موريس وجد نفسه عالقا في دعوى قضائية غير مألوفة فيما تأمل مالكة الديك التوصل إلى حل في هذه القضية التي تشغل بال الفرنسيين وقد ركزت المواقع الأخبارية على هذا الخبر حيث عنون موقع دي في فرنسا محاكمة ديك بسبب صياحه مبكراً رغم أن عمل المحاكم يتطلب غالبا الكثير من الوقت من أجل البت في قضايا المواطنين إلا أن محاكمة إلا أن محكمة فرنسية وجدت وقتا كافيا للتعامل مع قضية غريبة تشغل الرأي العام الفرنسي منذ فترة أو مدة طويلة فأصابع الاتهام لا توجه هذه المرة إلى شخص قام بفعل يعاقب عليه القانون بل أن المتهم ديك يقوم بعادة يومية أثارت على ما يبدو امتعاض جيرانه وقرروا اثر ذلك التوجه الى المحكمه وقال مقدما الشكوى وهما زوجان متقاعدان ان الديك المزعج يصدر صوتا غير او اصواتا غير عاديه كل يوم في الساعه السادسه والنصف صباحا وهو ما يزعجهما في المنزل ويشار الى ان قضيه الديك موريس أثارت تفاعلا كبيرا في فرنسا فقد وقع أكثر من 120 ألف شخص على عريضة في الانترنت من أجل إنقاذ الديك موريس الغوغاء شتم العرب بعضهم بعضا تحت هذا العنوان كتب إبراهيم جابر إبراهيم مقاله المنشور في صحيفة الغد في كل حادثة أو مناسبة أو تصريح لمسؤول عربي أو عاصمة عربية أو حتى مباراة كرة لا تحوز رضا الجماهير يتدافع الشارع العربي على وسائل التواصل لشتم الشعب العربي الذي صدرت من أراضيه هذه التصريحات أو انعقدت المناسبة أو جرت المباراة هذه الظاهرة التي صارت مثيرة للغثيان نتيجة عن تفكير عشوائي يبحث أصحابه عن لفت الانتباه والظهور بمظهر العارف الفاهم وتكون غالبا صادره عن حسن نيه لدرجه العبط وعن فيضان الشعور الوطني بسبب مناسبه او حادثه استفزت الناس علينا ان نعترف ان استياءنا احيانا من هذه الحكومه الشقيقه او تلك يجب الا ينسحب على البلاد والعباد فلا شان لاسم الدوله او علمها او شعبها او مذهبها بما يفعل حاكمها او حكومتها هذا الخطاب الشعبوي الذي صار سائدا وطبيعيا ويصدر حتى عن نخبه مثقفه ومتعلمه هو خطاب مهين وجارح ويقامر بالبقيه الباقيه من روحنا القوميه ورابطنا التاريخي فلا يعقل ان تقنعني بانك حريص على فلسطين وانت تشتم العراق او البحرين ولا يقنعني بكاؤك على سوريا وانت تنتقص من شان تونس او تزدر الاردن صحيح ان بعض دولنا عمرها سبعه الاف عام وبعضها عمرها خمسون عاما لكنه ما الفرق إذا كنا كلنا انتهينا معا إلى هذا القاع وإلى هذه الهزيمة وهذا الهوان وعلينا أن نعترف أيضا لأنفسنا بأن رواج الخطاب الطبقي الذي يقلل من شأن الدول الغنية وينتقص من ثقافتها لمجرد أنها غنية هو خطاب دغمائي كسول لا يجيد أصحابه سوى الجلوس على المقاهي والتدخين بعصبية وشتم الآخرين وتوعدهم والربط دائما بين الفقر كشرط للوطنية والغنى كعلامة على التفريط وحده الفن يمتلك القدرة على تخفيف الدمار وتحويل الجزء المؤلم في الصورة إلى نوع من التفاؤل وقد حاول مصورو مندد عمل ذلك نتابع مجموعة من صورهم التي بحثوا من خلالها عن الضوء أصبح الكاريكاتير فناً قائماً بذاته ومن خلاله يتم التعبير عن المواقف السياسية والاجتماعية وكبقية الفنون امتلك الكاريكاتير رواداً وجمهوراً واسعاً مجموعة من رسوم الكاريكاتير تتابعها في جولتنا وبهذه الرسوم الكاريكاتورية المعبرة نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم كشك الصحافة نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء